الفرحة كبيرة رغم ان الاوجاع كتمر. الاب شايب النقطة الحلوة لأول مرة. سألت الداية هتسمي ايه الجميلة؟ سكت شوية ورد اسمها أمينة. أمينة كل يوم بتكبر وبتتعلم. حاضر أول كلمة ليها بدأت تتكلم. أصل بابا كان من النوع التقيل، أوامر بس ما يهزرش ولو قليل. بتكبر فبتفهم وتسأل وتستفسر. هقدر أتكلم ورد لما أكبر وأقول أنا خارجة أتفسح وأرجع بعد شوية. أحب وأتحب ويجيب لي كل يوم هدية. كتبت كله في ورقة عنوانها حرية. هعمل وأعمل وأعمل كل شيء بإيديا. بابا عرف قال ده مش هيحصل سمعة. قطع ورقها ونزلت من عيونها دمعة. أمينة ماتت بس الاسم عايشة بينكو. طفلة شافت إن الحلم وهم في تربيتكو. كل يوم بتسوق حالتها وبتتألم. بقت شايفة إن كل شيء مضلم. أمينة بقت عروسة والمفروض يتم تتجوز اللي شايفه بابا أحسن. المهم متفوقش إلا وهي في كوشة جنب عريسها. اتخيلت حياتها وافتكرت ورقتها. الاسم السيد راجل يعرف دين ودنيا. راجل ما بيأخرش فرضة ولو لثانية. أمينة تطمن وتنسى اللي فات. تمسح ظلم أبوها من الذكريات. لكن الوقت يبين كل شخص وطبعه. سيد يشيل الزيف اللي كان في الأول ظهره. والسيد يبقى بابا والشريف بيعيد. الحال يحزن تاني بعد ما كان سعيد. كل اللي يقوله سيد أمر واجب التنفيذ. حال أمينة يحزن والمرض عليها يزيد. آخر مشهد ليها على سريرها وشافت بنتها بين إيدين السيد. أمينة ماتت. العيب في أمينة ولا في اللي موتوها؟ في ظلم السيد ولا في ظلم أبوها؟ ولا العيب كان فينا إننا سبناها؟ أمينة ماتت بس لسه في وراها.